الانفصاليون الموالون لروسيا يبسطون سيطرتهم على المدن الشرقية لأوكرانيا. في آخر تطور للوضع الميداني، قام الانفصاليون باحتجاز 13 شخصا من أفراد بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واتهموهم بالتجسس لصالح حلف الشمال الأطلسي. لقد اعتقلنا ضباط استخبارات من دول أعضاء في الناتو، الدنمارك وألمانيا وبولندا وجمهورية تشيكا. استرجعنا أيضا خريطة تبين نقاط التفتيش، وهذا دليل واضح على نشاط أجهزة الاستخبارات في منظمة الأمن والتعاون، يقول فياشيسلاف بونوماريف، والذي نصب نفسه عمدة لسلوفيانسك. وزارة الداخلية الأوكرانية أكدت أن المراقبين التابعين للمنظمة أوقفوا في طريقهم إلى سلوفيانسك عند حاجز نصبه انفصاليون. موسكو توعدت ببذل كل جهودها لإطلاق سراحهم.